moi. Merci. Vas-y. C'est incroyable. C'est bon. Crypto, Zakos, Little Crypto, هذولي طبعا من فرنسا، من فرنسا. Yes. طبعا سبق انه جاءوا قبل فترة للسعودية بالتحديد للرياض وسووا تحدي من اللي راح يعطيهم وجه. هل الهلال راح يتعاملون معهم ويدخلونهم النادي ويصورون مع بونو، وراحوا للنصر على اساس بيصورون مع كريستيانو. Who's win in this challenge? It's على الهلال. على الهلال هو بونو. Because we have met Yassine Bounou with the club of Al Hilal. We have Al Nasser is very very difficult and Al Hilal is very very enjoy with me with my yes. friend very good they help us to join Yassine Bounou and give the gift for them. Very good. Ah, merci beaucoup, merci, Yassine. Et ouais, on peut faire une photo avec. C'est bon. Merci. Vas-y. C'est incroyable. C'est bon. يا اللي مرحبا والله صدق يا اخوان صدت لكم اول عضو من اعضاء الشقه ابو فايز ابو جوانب بشر بشر الجوانب خفت ولا لا اتكفى علمني اقسم بالله من يوم اني في دبي وانا شايل هم الجوانب طبعا اللي ما عارف سالفه الجوانب عندي ناس جدد والله عندي ناس جدد خلني اقول بس خلني تقاول الحين بعدها خلاص تقاول بقول لهم انا لا تقول مشاري مسجل في نادي سالته ليش مسجل في نادي يقول بخفف جوانب قلت طيب روح حلاك يا اخوي خلاص طيب ترى هذه ترى هذه بتكبر جوانبك اليوم عندي اوف ايه يعني اليوم الجوانب اوف اليوم ماخذ اوف بالعافيه والله مدريدي ها اليوم جحيم البرنابيو صح وكذا جحيم البرنابيو اليوم البرشا بس اسمع انا والله برشلوني انا يا اخوان اليوم برشلوني معليش والله اعتذر انت خليك على الهلال انا على الهلال بس احب برشلونه ميسي علق لي برشلونه وراح يا اخي لا ان شاء الله اليوم ان شاء الله والله ميسي ميسي الله يهديك يا ميسي بيلي له كلمه وش فيني يا فتى اسبانيا والله ما دريت عنهم بس صح انه في والله الناس مشتاقين لك يا زياد يا هلا ومرحبا يا اهلين وسهلين حتى انا اشتقت لك والله حبيبي الله يسلمك طولت عليك في دبي والله طولت صدق يعني اسبوع ما ادري اسبوعين ايش اسوي يا اخي علاقت زين جيت زين انك رحت يا رجال افتكيت من تخويفاتك عندي لك اشاره افتكيت من وشو؟ افتكيت من تخويف حقك اه اي اوكي لا ما بخوفك امورنا تمام بس عندي لك بشاره ايش البشاره؟ جايب لك معي تذكره مباراه الهلال والعين يوم الثلاثاء الثلاثاء اول واحد بتحضر معي انت اسمع رسميا ترى مالي دخل ها لا ان شاء الله انه وجهك وجه خير ان شاء الله ما قصرت وباذن الله فوز هلالي اتوقع بنفوز حضوري باذن الله يعني له سبب في الفوز إيه إن شاء الله. طيب اتوقع بنفوز ولا والله ما ادري اذا لعبنا صح يعني ونفس لعبنا ما يخوف العين العين ما يخوفك يا رجال كل اهدافه مقشره بلنتيات الله اي تمام هذا العاقل الكروي زياد بس ترى اذا خسرنا ترى مالي دخل لا ما عليك يلا مشينا روح اقرب حلاق خلاص الموضوع يطلب يا سلام والله المنطق صح انك شوي بس مزعلني يعني عشان تحب سفيان رحيمي بس انا ساكت اليوم محلق وساكت ويعني والله شوف ولا عشان ولد بلادك يا اخويا دمنا يا اخي دم اخويا ها الوعد الثلاثة اخويا لو لعب بونو مع بونو لو لعب بونو مشجع الهلال اكيد والله تترك رحيمي اكيد رحيم اسحب يكون كويس عشان ما اسحب عليك ارحب ابقى هلا يلا حيه وانت لاحقري قطع هذا العمير عندي مر حليم جو ولا مره حتى لازم تخش عليه خمسه الحمد لله ولا رداء اللهم لك الحمد ما عندك شيء انا فقيرك انت تمشي 160 لا بالله ما امشي 120 من ظهر الدوحه لين هنا اللهم لك الحمد عندك بيني وبينك انا ماشي من الظهر وانت
جوك ماشي ربع ساعه يوم كلمت مبارك قال متعدي سعد متعد لا مو سعد متعدي خريف قبل ساعه وانا ما بعد ما تعال خريف لا اله الا الله. لا الله ما يا مرحبا. قلبك قلبك يا مرحبا. بصور الهلال. يا مرحبتي. تو نورت. بكره مباراة؟ بعد بكره. بعد بكره. بس لك شلو خذوني الهلال اسمه حكم. حكم؟ حكم. والله مسجل. تدري وش حكم؟ قبل الواطن اللي في الملعب القط القط. لقيت لك عيار عيار. والله انت عير حتى. صدقني بعين. والله ليه. عرفت حركة بعدين بقول لك خلف الكواليس خلف الكواليس زين يا كواليس ايش في حركة خلاص يا هذا حد يوضع جرى الله في اللوبي الله يغرب الله ودي أوريكم ايش اشتريت يا شريت ملابس لا إله إلا الله الحمد لله اشتريت شخيرة اتوقع الان قاعد اتقبل ان اخر يوم لي خلاص بعد بقى شيء وارجع ان شاء الله بكره تشيك اوت بدري وعلى المطار ان شاء الله من العصر احس اني ارتاح خلاص اهم شيء اني اتقبل اهم شيء كنت ابغى اسوي شغل في البدايه اصلا سويت لكن ما سويت الشغل الكافي صراحه يعني بولند بير اللي هنا فظيع 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 فانا ما اشتري من بولند بير انا دائما زارة 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 اغلب ملابس زارة الصدق بس لما دخلت بولند بير اللي هنا قشيت من عندهم اشياء واغلب ملابس اللي هنا نفس جوي نفس جوي تيك اوفر سايز كذا والقماش مره فخم وحلو اللي في دبي فقط بما انك محلل فني وعالم كرة قدم حبيبي شكرا لك لو كان متروفيتش قادر على اللعب بالاياب بدياب كمدرب من راح تختار من الخمسة الأجانب شوف صراحة يعني أنا عندي وجهة نظر معليش يعني ما كان الاحترام تقدير للعويس لكن أنا بخلي بونو أساسي لو أضحي في أحد الأجانب يعني عندك بونو كوليبالي ميتروفيتش مالكم بضحي بسافيج أو روبين نيفيز بضحي فيهم لخبط بينهم لكن لازم أضحي بواحد منهم لازم لأن بونو نصف الفريق بونو بيجيب لك المباراة لأن ما يعني ما ينفع أن يتسجل فيك لو تسجل فيك بتصعب المباراة كل ما تسجل هدف بتصعب 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 فلذلك بونو بعدين اختر ما شئت من الأجانب تصرف أنا هذه تشكيلتي